أبي أبوت أبي أبي هاي أبوت أبوتة أبي العبوطة. اليوم رح نعمل بطاطا مشوية بس بطريقة سبيسيال مع تويست. نقيتها من بيج ماماز جوي. جاهز؟ أيوة. ليش بطاطا؟ رفيع رفيع لمي. مش قادر. كيف واحد بده يقصها رفيع وما تفقش معه؟ مش عم تزبط معك. مش قادر. طب هيدي هلا بنلزقها هيك. ليك هيدي زودت معي شوف. اوووه. تعملهم صغير كثير. ليش؟ أطيب. أها حط هودي كمان الدرب. شو الحال؟ يأكلني. يلا بتعمل الصوص؟ ضبطة؟ ضبطة. لا ما في شو هاي قصقصة منيح منيح بدوق زبدة هيك. دوق إيه؟ ماما ما بدي أقول زبدة هيك. خلطها مع البقدونس. لا بعد شوي بعد شوي يا مامي بعد شوي. الله 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 غير شكل. يلا على الفرن. يلا اوه لحظة او قبل خلينا نشوف شكلهم. شوفوا غير شكل. اوكي ري قاعد معنا اليوم. ري شوف شو رأيك؟ بعد كثير صغيرة على هون. أول شيء مثل يا زبطت خلصت؟ شو الحال؟ زبطت الكاميرا؟ زبطت. مدة تحضير هذا الطبق بياخذ حوالي الساعة بين شوي البطاطا والصوص. المكونات كثير سهلة إنكم تلاقوها. بلش يا عمي روح رح تبلش. بس هي الكومبينيشن اللي فيها تويست. ها يلا بلش ماما. يلا سخنين. يا مامي زبط الكاميرا. تعال زبطت الكاميرا. يا بوت ابي سيدي اي اتي البقدونس فيها كثير عاطيه نكهه طيبه حتى بالبقلة البصل. شو بعد بدها ماما؟ كرميز. غير الكرميز شو بعد بنحط لها قولك؟ كاتشب. كاتشب؟ مزبوط. ايه بتلبق لها الكاتشب للي بحب الكاتشب. شو شو ري؟ يي وين صرت يا عمي؟ بدك تقوم؟ ري عجبته. انا بنصحكم انكم تجربوها لانه كثير طيبه. باي. كافي. شو بدك كفي يا عمي؟ كافي. طفي طفي مستعجل.